جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب اللفیف ثلاثی مجرد باب اول لفیف مفروق ازباب ضرابت من الوقایت حفاظت کردن. وقع یقی وقایت فهو واقع ووقی یوقع وقایت فذاک موقی لم یقی لم یوقع لا یقی لا یوقع لن یقی لن یوقع الامر منه قیل توقع لیقی لیوقع والنہی انه لا تقی لا توقع لا یقی لا یوقع والظرف منه موقع والجمع مواقع والآلة منه ميقا ميقات ميقاء والجمع مواقع ومواقي وأفعل التفسير المذكر منه أوقى والجمع أواق والمؤنث منه وقيا وقيات وقا. باب دفم لفيف مقرون أسباب ضربة الطي في جيدا. طوى يطوي طيا فهو طاب وطوي يطوى طيا فذاك مطوي لم يطوي لم يطوى لا يطوي لا يطوى لن يطوي لن يطوى الأمر منه اطوي لتطوى ليطوي ليطوى والنهي عنه لا تطوي لا تطوى لا يطوي لا يطوى والظرف منه مطوى والجمع مطاب والآلة منه مطوى مطواء مطواء والجمع مطاب مطابي وأفعل التفضيل المذكر منه أطوى والجمع أطاب والمؤنث منه طيا طويات طوى. أبواب لفيف ثلاثي مزيد في باب أول لفيف مفروق أبواب إفال الإيصاء وشيء كردان. أوصى يوصي إيصاء فهو موصى وأوصي يوصى إيصاء فذاك موصى لم يوصي لم يوصى لا يوصي لا يوصى لم يوصي لن يوصى الأمر منه أوصي لتوصى ليوصي ليوصى والنهي عنه لا توصي لا توصى لا يوصي لا يوصى والظرف منه موصى موصيان. باب دوم لفيف مقرون أسباب تفعيل كن التسوية برابر كردن. سوى يسوي تسوية فهو مسو وسوي يسوى تسوية فذاك مسبا لم يسوي لم يسوى لا يسوي لا لم يسوي لم يسوى لا يسوي لا يسوى لم يسوي لن يسوى الأمر منه سوي لتسوى ليسوى ليسوى والنهي عنه لا تسوي لا تسوى لا يسوي لا يسوى والظرف منه مسوى مسويان. باب السبوم لفيف مقرون أسباب مفاعلة المساواة برابر كردن. ساوى يساوي مساواة فهو مساو وسوي يساوى مساواة فذاك مساوى لم يساوي لم يساوى لا يساوي لا يساوى لن يساوي لن يساوى الأمر منه ساوي لتساوى ليساوي ليساوى والنهي عنه لا تساوي لا تساوى لا يساوي لا يساوى والظرف منه مساوى مساويان. باب التحارم لفيف مفروق أبواب تفعل التولي ولاية قبول كردن ووالي شدن. تولى يتولى توليا فهو متول وتولي يتولى توليا فذاك متولى لم يتولى لم يتولى لا يتولى لا يتولى لن يتولى لن يتولى الأمر منه تولى لتتولى ليتولى ليتولى والنهي عنه لا تتولى لا تتولى لا يتولى لا يتولى والظرف منه متولى المتولى يعني. باب فنجملة في مفروق أسباب تفاعل التوالي مسلسل كاركردن. توالى يتوالى تواليا فهو متوال وتولي يتوالى تواليا فذاك متوالى لم يتوالى لم يتوالى لا يتوالى لا يتوالى لن يتوالى لن يتوالى الأمر منه توالى لتتوالى ليتوالى ليتوالى والنهي عنه لا تتوالى لا تتوالى لا يتوالى لا يتوالى والظرف منه متوالى المتوالى يعني. باب الششم لفيف مفروق أسباب افتعال الاتقاء ترشيدا. اتقى يتقي اتقاء فهو متق واتقي يتقى اتقاء فذاك متق لم يتقي لم يتقى لا يتقي لا يتقى لن يتقي لن يتقى الأمر منه اتقي لتتقى ليتقي ليتقى والنهي عنه لا تتقي لا تتقى لا يتقي لا يتقى والظرف منه متقى متقيان. باب هفتم لفيف مفروق أبواب استفعال الاستيلاء غالب شدن. استولى يستولي استيلاء فهو مستول واستولي يستولى استيلاء فذاك مستول لم يستولي لم يستول لا يستولي لا يستولى لن يستولي لن يستولى الأمر منه يستولي لتستولى ليستولي ليستولى والنهي منه لا تستولي لا تستولى لا يستولي لا يستولى والظرف منه مستولى المستوليان. أبواب مضاعف ثلاثي مجرد باب أول مضاعف أسباب ضربة الفرار جريختن. فر يفر فرارا فهو فار فر يفر فرارا فذاك مفرور لم يفر 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 لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر الأمر منه فر فر افر لتفر 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 ليفر 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 والنهي عنه لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر والظرف منه مفر والجمع مفار والآلة منه مفر مفرة مفرار والجمع مفار ومفارير وأفعل التفضيل المذكر منه أفر والجمع أفار والمؤنث منه فر فريات فرار. باب دب مضاعفة باب نفرة المد زيادة كردن. مد يمد مدا فهو ماد ومد يمد مدا فذاك ممدود لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدد لا يمد لا يمد لن يمد لن يمد الأمر منه مد 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 أمدد لتمد 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 لتمدد ليمد 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 ليمدد والنهي عنه لا تمد لا تمد لا تمد لا تمدد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمدد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمدد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمدد والظرف منه ممد والجمع مماد والآلة منه ممد ممدة ممداد والجمع مماد ومماديد وأفعل التفضيل المذكر منه أمد والجمع أماد والمؤنث منه مدة مديات مدد.
ابواب مضاعف ثلاثی مجید فی باب اول مضاعف از باب افعال چون الامداد و مدد کردن امد یمد امدادا فهو ممد و امد یمد امدادا فذاك ممد لم یمد لم یمد لم یمدد لم یمد لم یمد لم یمدد لا یمد لا یمد لن یمد لن یمد الامر منه امد امد امدد لتمد 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 لیمد 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 لیمدد والنهي عنه لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمدد والظرف منه ممد ممدان باب دوم مضاعف باب تفعيل التكرير مكرر كردن كرر يكرر تكريرا فهو مكرر وكرر يكرر تكريرا فذاك مكرر لم يكرر لم يكرر لا يكرر لا يكرر لن يكرر لن يكرر الامر منه كرر لتكرر ليكرر ليكرر والنهي منه لا تكرر لا تكرر لا يكرر لا يكرر والظرف منه مكرر مكرران باب السبب مضاعفة باب المفاعلة من المماده تبايك ديگر مدد كردن ماد يماد ممادة فهو مماد ومود يماد ممادة فذاك مماد لم يماد لم يماد لم يماد لم يماد لم يماد لم يماد لا يماد لا يماد لن يماد لن يماد الأمر منه مادة مادي ماد لتماد 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 ليماد 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 والنهي عنه لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد والظرف منه مماد ممادان باب چهارم مضاعف باب تفاعل چون التکرر مکرر شدن تکرر یتکرر تکررا فهو متکرر تکرر یتکرر تکررا فذاک متکرر لم يتكرر لم يتكرر لا يتكرر لا يتكرر لن يتكرر لن يتكرر الامر منه تكرر لتتكرر ليتكرر ليتكرر والنهي منه لا تتكرر لا تتكرر لا يتكرر لا يتكرر والظرف منه متكرر متكرران باب پنجم مضاعف باب افتعال چون الامتداد دراز شدن امتد يمتد امتدادا فهو ممتد وممتد يمتد امتدادا فذاك ممتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لا يمتد لا يمتد لن يمتد لن يمتد الامر منه امتد 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 لتمتد 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 ليمتد 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 والنهي عنه لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد وظرف منه ممتد ممتدان باب ششم مضاعفة باب انفعال چون الانسداد بن شدن انسد ينسد انسدادا فهو منسد وانسد ينسد انسدادا فذاك منسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لا ينسد لا ينسد لن ينسد لن ينسد الامر منه انسد 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 لتنسد 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 لينسد 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 والنهي عنه لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد والظرف منه منسد منسدان باب هفتم مضاعف باب استفعال چون الاستقرار ثابت شدن استقر يستقر استقرارا فهو مستقر واستقر يستقر استقرارا فذاك مستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقرر لم يستقر لم يستقر لم يستقرر لا يستقر لا يستقر لن يستقر لن يستقر الامر منه استقر استقر استقرر لتستقر 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 ليستقر 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 ليستقرر والنهي عنه لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا تستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقرر والظرف منه مستقر مستقران ابواب محمود ثلاثي مجرد باب اول محمود الفاء باب نصارة الامر حكم كردن امر يامر امرا فهو امر وامر يؤمر امرا فذاك مامور لم يامر لم يؤمر لا يامر لا يؤمر لن يامر لن يؤمر الامر منه مر لتؤمر ليامر ليؤمر والنهي منه لا تامر لا تؤمر لا يامر لا يؤمر والظرف منه مامر والجو مامر والاله منه مئمر مئمرة مئمار والجو مامر ومامير وافل تفضيل مذكر منه امر والجم اوامر والمؤنث منه امرا امريات امر 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 امروا امرت امرت امرنا امرت امرتما امرتما امرتي امرتما امرتنا امرت امرنا امر 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 امروا امرت امرتا امرنا امرت امرتما امرتم امرتي امرتما امرتنا امرت امرنا يامر يامر يامران يامرون تامر تامران يامرن تامر تامران تامرون تامرين تامران تامرنا امر نامر يؤمر يؤمر يؤمران يؤمرون تؤمر تؤمران يؤمرن تؤمر تؤمران تؤمرون تؤمرين تؤمران تؤمرن أومر نؤمر لم يأمر لم يأمر لم يأمر لم يأمر لم تأمر لم تأمر لم يأمرن لم تأمر لم تأمر لم تأمر لم تأمري لم تأمر لم تأمرن لم آمر لم نأمر لم يؤمر لم يؤمر لم يؤمر لم يؤمر لم تؤمر لم تؤمر لم يؤمرن لم تؤمر لم تؤمر لم تؤمر لم تؤمري لم تؤمر لم تؤمرن لم أومر لم نؤمر دیکھ رہے ہیں بھائی آپ
متکلم کے صیغے کے اندر دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور ثانی ساکن تھا، اور حمزہ ساکن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، لیکن اگر ماقبل میں بھی حمزہ ہی ہو تو پھر بدلنا واجب ہے. تو یہاں کیا دیکھیے، بدل رہے ہیں بھائی اس کے مطابق بھائی. اچھا بھائی، لن یأمر لن یأمر لن یأمر لن یأمر لن تأمر لن تأمر لن یأمرن لن تأمر لن تأمر لن تأمر لن تأمر لن تأمر لن تأمرن لن آمر لن نامر لن یؤمر لن یؤمر لن یؤمر لن یؤمر لن تؤمر لن تؤمر لن یؤمرن لن تؤمر لن تؤمر لن تؤمر لن تؤمر لن تؤمر لن تؤمرن لن اومر لن نؤمر مر مر مرا مرو مری مرا مرن لتؤمر 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 لتؤمرن ليأمر 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 لتأمر لتأمر ليأمرن لآمر لنأمر ليومر 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 لتومر لتومر ليؤمر ليومرن لأومر لنومر. دیکھا بھائی، ليؤمر بھی ٹھیک ہے اور ليومر بھی، حمزہ کو ساکن ہے اس کو حرف علت سے بدل بھی سکتے ہیں. اچھا اب بھائی حمزہ کے ساتھ سناؤ، پہلے تو آپ نے واو کو ساتھ بدلا، ليؤمر 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 لتؤمر لتؤمر ليؤمرن لأومر لنؤمر لا تامر لا تامر لا تامر لا تامر لا تامر لا تامر لا تامرن لا تومر لا تومر لا تومر لا تومر لا تومر لا تومر لا تومرن لا يأمر لا يأمر لا يأمر لا يأمر لا تأمر لا تأمر لا يأمرن لا آمر لا نأمر لا يؤمر لا يؤمر لا يؤمر لا يؤمر لا تؤمر لا تؤمر لا يؤمرن لا أومر لا نؤمر. اچھا اب اسی کو حمزہ کو واو سے بدلو، لا يؤمر لا يؤمر لا يؤمر لا يؤمر لا تؤمر لا تؤمر لا يؤمرن لا أومر لا نؤمر. چلیے بشاباش بشاباش. اگلا باب لکھیے بھائی، باب دوم محموز العین. باب دوم محموز العین اسباب فتحہ اسباب فتحہ. چون السوال سوال کردن، چون السوال واو پر حمزہ ڈال دیں، چون السوال سوال کردن. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل کام ہے بھائی، کتابت کے اندر حمزہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اسے کس صورت میں لکھتے ہیں؟ ہمیشہ الف کی صورت میں لکھتے ہیں، جیسے امارا یہ حمزہ ہے شروع میں بھائی، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے ہوتا ہے، اور اگر حمزہ درمیان میں آئے بھائی تو پھر وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا. اگر حمزہ متحرک ہے تو جو جس قسم کی حرکت حمزہ پر ہے اسی کے مطابق اس کو لکھو بھائی. اگر حمزہ پر فتحہ ہے تو اس کو کس صورت میں لکھو؟ الف کی صورت میں. اگر اس پر ضمہ ہے تو اسے واو کی صورت میں، اور اگر کسرہ ہے تو یا، یعنی جیسے یا درمیان میں لکھتے ہیں بھائی دندانہ ڈال کر، اس کے مطابق لکھیں گے بھائی. اور اگر حمزہ ساکن ہے تو پھر ماقبل کی حرکت کے موافق اسے لکھیں گے بھائی. ماقبل ماقبل میں اگر فتحہ ہے تو اس حمزہ ساکنہ کو کس صورت میں لکھیں گے؟ الف. اور اگر اس حمزہ ساکنہ سے ماقبل ضمہ ہے تو اسے واو کی صورت میں، اور اگر اس حمزہ ساکنہ سے ماقبل کسرہ ہے تو اسے یا کی صورت میں لکھیں گے. لیکن اس میں پھر یہ ضابطہ یاد رکھیے، آپ نے ابھی السؤال لکھا، سؤال اس کو واو کی صورت میں حمزہ کو یہاں لکھیں گے. یہ دو ان کا الگ ضابطہ ہے کہ حمزہ اگر درمیان میں آئے اور متحرک ہو اور فتحہ ہو اس پر، درمیان میں آئے اور اس پر کیا ہو؟ فتحہ ہو اور ماقبل ضمہ ہو تو اسے واو کی صورت میں لکھتے ہیں.
اب دیکھیے ورنہ پچھلے ضابطے کے مطابق السؤال کس طرح لکھنا چاہیے تھا؟ الف کی صورت میں، کیونکہ حمزہ، لیکن حمزہ مفتوحہ سے ما قبل اگر کیا ہو؟ ضمہ ہو، تو پھر اس کو واو ہی کی صورت میں لکھتے ہیں ما قبل کے ضمے کی رعایت کرتے ہوئے، تو واو کے اوپر حمزہ ڈالیں، یہ حمزہ. اور اگر حمزہ مفتوحہ درمیان میں آئے اور ما قبل اس کے کسرہ ہو تو اسے یا کی صورت میں لکھتے ہیں. بھائی کس صورت میں؟ یا کی صورت میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. یہ تو السؤال واو کی صورت میں حمزہ لکھیں گے بھائی. جی لکھیے آگے گردان بھائی. سألا یسأل سؤالا. سألا حمزہ کو الف کی صورت میں لکھیں بھائی. سألا یسأل سؤالا. فہو سائل. فہو سائل. یہاں حمزہ کیسے لکھیں گے بھائی؟ سائل یا، یعنی لام کے ساتھ دندانہ ایک ملا کر لکھیں بھائی، سائل. جی. وسئل یسأل. سئل میں بھی بھائی حمزہ کو یا کی صورت میں لکھیں گے دندانے پر بھائی. سئل. یسأل میں حمزہ کو الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور دندانے پر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے یسأل سے بھائی، فرق کرنے کے لیے یہاں بھی دندانے کی صورت میں لکھ لیں. یسأل سؤالا. وسئل یسأل سؤالا. لکھ لیا بھائی. فذاک مسئول. فذاک مسئول. مسئول میں دو واو لکھیں بھائی، پہلا واو وہ حمزہ ہے بھائی. فذاک مسئول. لم یسأل لم یسأل. لم یسأل لم یسأل. لا یسأل لا یسأل. لا یسأل لا یسأل. لن یسأل لن یسأل. لن یسأل لن یسأل. الامر منه. الامر منه. سل لتسل. یا حمزہ حذف کر دیا گیا تخفیفاً بھائی، آگے قانون آ جائے گا. سل لتسل. سل لتسل. لیسل لیسل. لیسل لیسل. والنهي عنه. والنهي عنه. لا تسأل لا تسأل. لا تسأل لا تسأل. لا يسأل لا يسأل. لا يسأل لا يسأل. والظرف منه مسأل. والظرف منه مسأل. والجمع مسائل. والجمع مسائل. والآلة منه. والآلة منه. مسأل مسألة. مسأل مسألة.
مسآلن مسآلن بھائی الف کے اوپر ہی مد ڈال دیں بھائی مسآلن والجمع مسائل ومسائل والجمع مسائل ومسائل وافعل التفضيل المذكر منه وافعل التفضيل المذكر منه اسال والجمع اسائل اسال والجمع اسائل والمؤنث منه والمؤنث منه سؤلا سؤلا سين واو لکھیں واو پر حمزہ سؤلا لام اور یا لام کے اوپر کھڑی زبر بھائی سؤلا سؤلایات سؤل سؤلایات سؤلن سؤلن کیسے لکھیں گے بھائی واو کے ساتھ کیونکہ حمزہ مفتوحہ ہے اور ماقبل میں ضمہ ہے تو سؤال میں جیسے اس کو واو کی صورت میں لکھتے تھے یہاں بھی واو کی صورت میں سؤلن لکھ لیا بھائی اچھا گردان مکمل ہوئی آگے قانون لکھئے بھائی قانون نمبر ایک قانون نمبر ایک مضارع یسأل میں مضارع یسأل میں یسأل پڑھنا بھی جائز ہے یسأل پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ قانون ہے کہ کیونکہ قانون ہے کہ اگر حمزہ متحرکہ سے پہلے اگر حمزہ متحرکہ سے پہلے حرف صحیح ساکن آ جائے حرف صحیح ساکن آ جائے تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے اسی طرح امر اور نہیں میں اسی طرح امر اور نہیں میں اس ال کو سل اس ال کو اس ال کو سل اور لا تسأل کو لا تسل اور لا تسأل کو لا تسل پڑھنا بھی جائز ہے پڑھنا بھی جائز ہے قانون نمبر دو قانون نمبر دو حمزہ مفتوحہ سے قبل اگر ضمہ ہو حمزہ مفتوحہ سے قبل اگر ضمہ ہو تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے
تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے. لہذا سؤال ان کو سوال پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح اگر حمزہ مفتوحہ سے قبل کیا لکھا بھائی؟ اسی طرح حمزہ مفتوحہ سے قبل اگر کسرہ ہو, تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے. لہذا مئرن کیسے لکھو گے؟ حمزہ کو کس صورت میں لکھو گے؟ یا کی صورت میں, یعنی دندانہ ڈال دو گے, کیونکہ حمزہ مفتوحہ درمیان میں ہے اور ما قبل کسرہ ہے. تو مئرن کو مئرن پڑھنا جائز ہے. لکھ لیا بھائی؟ چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.